وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائبة الدكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، توضحي لنا ما دار في الاجتماع مع رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بالمجلس الوطني الفرنسي؟ نعم، بداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. وفيما يخص زيارتنا لجمهورية فرنسا، فقد تم عقد الاجتماع البرلماني الرسمي على هامش زيارة رسمية لمجلسنا مجلس النواب البحريني إلى المجلس الوطني الفرنسي بباريس خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري. أكدنا خلال الاجتماع مع النائب بياتريس بيرون رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بالمجلس الوطني الفرنسي والوفد الفرنسي على تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدنا كذلك على عمق العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، وفي ظل التعاون الفاعل بين الحكومتين والشعبين الصديقين. والحمد لله نشوف العلاقات البحرينية الفرنسية تستند دائما على أسس راسخة من العمل المشترك، لذلك نسعى دائما لتعزيزها لآفاق أرحب بما ينعكس على مسار العلاقات الثنائية ويحقق تطلعات البلدين والشعبين ومواصلة التعاون المثمر والبناء بين الجانبين على كافة الأصعدة. وفي الجانب الآخر لمسنا من الأخوة الفرنسيين كل الترحيب والاهتمام، وأعربت لنا النائب بياتريس بيرون رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بالمجلس الوطني الفرنسي بعمق العلاقات الوثيقة والتعاون المتميز بين الجانبين، مشيرة أن العلاقات المشتركة تعد نموذجا مميزا في العلاقات الثنائية، وإحنا نشكرها على هذا الشعور النبيل المتبادل. وختاما أحب أن أشيد بكل معاني الفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين من مسيرة تنموية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص القيادتين في البلدين على تعزيز التعاون المشترك والدعم البرلماني للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية. وأشكركم مجددا على هذه الاستضافة. نعم، سعادة النائبة الدكتورة سوسن كمال عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.